السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين على اليوتيوب. للأسف أصبح الذهاب الآن للعمرة أمرا بعيدا، ربنا يقربه إلينا وإليكم، وللحج أيضا أمرا لا يعلمه إلا الله، وذلك بسبب إيقاف جميع الرحلات من وإلى السعودية بشكل مفاجئ، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي تأخذها المملكة العربية السعودية ضد مرض كورونا. ومن كان منا يخطط في عمل عمرة في شهر رجب أو شعبان أو رمضان، أصبح الأمر فعليا أمامه شبه مستحيل. فهل يا ترى نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ستتحقق في هذا الوقت؟ فقد تنبأ بوقت تكون فيه زيارة بيت الله من المستحيلات، بل طالما بأن نحج ونعتمر حتى لا يأتي الوقت الذي تنعدم فيه فرصتنا تماما في أداء منسك هام من مناسك الله عز وجل. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن رسول الله: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه الحاكم وقال أنه صحيح على شرط الشيخين. أما الحديث الثابت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة، رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححوه وصححه الحافظ العراقي والشيخ الألباني. اللهم ارزقنا دائما اغتنام فرصة كون الحج ممكنا والفوز بهذا الثواب العظيم قبل أن يفوت، لأنه فائت قرب الساعة وخراب الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذي السويقتين. السويقتين اللي هما الساقين الدقيقتين يعني الفيعين من الحبشة. أقول الحديث ثانية: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، رواه أبو داود وحسنه الألباني. ولكن بعضكم يسألني: كون الحج قد أصبح بالقرعة بسبب يعني القائمين على خدمة الحج حددوا عدد الحج، قد تم تحديد عدد الحج المسموح به لكل دولة، وذلك بسبب شدة الازدحام في المناطق وحفاظا على أرواح الحاجين. فالعلماء يرون أن هذا لا بأس به، لأن القرعة بتعطي فرصا متساوية لجميع مريد الحج. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرع بين إثائه إذا خرج للغزو وأراد أن تصحبه إحداهم. واعلموا أن من أراد الحج ورغب فيه وتمناه ولكنه عجز عنه، فإن الله واسع فضله ورحمته لا يحرمه الأجر. ربنا يرزقنا الحج والأجر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العرس، رواه البخاري. عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: حجوا قبل ألا تحجوا، فكأني أنظر إلى الحبش فوق الكعبة بأيديهم معاول يهدمونها حجرا حجرا. قال: قلنا: أشيء نقوله برأيك؟ قال: لا.
والذي فلق الحبة وبرع النسمة ما سمعته إلا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكلمة برع معناها خلق وأوجد من العدم. ذاك الذي طاب الزمان بذكره وتعطرت طرق الهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله مثل شمس في ضحاها
وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. رزقنا الله وإياكم بإتمام الحج والعمرة وألا نحصر لأي سبب كان. وفق يا رب المملكة العربية السعودية في أخذ كل الإجراءات الطبية اللازمة لمنع هذا المرض عن أهلها وعن حجيجها، وارزقنا دائما الحج والعمرة ولا تحرمنا منها. وآخر دعوانا